ده جمال شايف المباراة ازاي برضو بشكل عام؟ يمكن اعترف شوية مع احمد. فرقة الهلال فرقة طبعا فرقة قوية، عندهم الجزء الامامي جزء قوي جدا جدا، بداية من محمد كنو وانت طالع بقى هنتكلم عليه تفصيليا، يعني الخماسي الامامي الثلاثة اللي بيلعبوا تحت الاسترايكر ومحمد كنو، الخماسي ده خطير جدا في الناحية الهجومية. نعم. لكن هم عندهم مشاكل كتير جدا دفاعية، لدرجة ان هم مستقبلين 20 هدف في 17 ماتش في الدوري السعودي السنة دي. ليوناردو جاردام عنده مشاكل كتير جدا وانتقادات، والجماهير هجمته بعد مباراة التعاون رغم انه فاز 3-2، هجمته بشده بسبب انه الاداء والمردود اللي بيقدمه الهلال السعودي بكل الصفقات وبكل اللعيبه اللي اساميها تخض، وده شويه اللي عامل الراو او الزخم بتاع قوه الهلال السعودي. طبعا الهلال السعودي فريق يحترم، فريق قد كبير. قد يكون، انا اسف ان انا هقطعك، ولكن قد يكون الشكل والاداء اللي لعب بيه نادي الهلال في المباراه الاخيره امام تشيلسي، اعتقد ان ده سواء من ناحيه الدفاعيه او الهجوميه كان كويس جدا، لانه لعب بشكل وستايل غير اللي بيلعب بيه ليوناردو جاردام، ان هو قفل الملعب قدر الامكان. الشوط الاول ما كانش الاداء جيد، قدروا ان هم يطلعوا بنتيجه 1-0 في الشوط الاول، لكن لا يزال الهلال عنده نفس المشاكل. لما نيجي نتكلم على الحالات حتى في المباراه اللي كسبها 6، يعني في مباراه الجزيره لما نيجي نتكلم على الحالات والمشاكل الدفاعيه، اللي على الرغم ان ليوناردو جاردام مدرب اسلوبه دفاعي بحت، الا انه حتى هذه اللحظه المردود الدفاعي اللي بيقدمه فريق الهلال مردود كارثي. بنتكلم على 20 هدف في 17 مباراه، 13 هدف في اخر 10 مباريات بس، بنتكلم على معدل كبير جدا لفريق زي الهلال اللي خلاه يرجع في ترتيب الدوري السعودي للمركز الرابع. تمام.